السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون أستهلها بالعناوين. ندوة بنواكشوط تناقش تحديات إصلاح العدالة في موريتانيا بمشاركة محامين وعدد من الباحثين المغاربيين. تمديد الحوار الوطني أسبوعا إضافيا في ظل مقاطعة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وبعض الأحزاب المعارضة. حزب الصواب يقول إنه رفض المشاركة في الحوار لأنه غير توافقي ويدعو إلى التصدي لمواجهة المساس بالدستور. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ناقش باحثون خلال ندوة نظمها المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مشروع دولة القانون، ناقش موضوع تحديات إصلاح العدالة في موريتانيا، وأبرز رئيس المركز دكتور ديدي السالك مستوى العلاقة بين العدالة ودولة القانون والمؤسسات، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن دولة القانون إلا إذا كانت هناك عدالة ناجزة. قديما قيل أن العدل أساس العمران وأن الظلم مؤذن بخراب الأمة، فإذا تحدثنا عن العدالة فنحن نتحدث عن دولة القانون والمؤسسات، وإذا تحدثنا عن العدالة فنحن نتحدث عن دولة القانون أي فصل السلطات والتناوب السلمي على السلطة ودولة القانون والمؤسسات، وإذا تحدثنا عن العدالة فنحن نتحدث عن تكافل الفرص، وإذا تحدثنا عن العدالة فنحن نتحدث عن الشفافية، وإذا تحدثنا عن العدالة فنحن نتحدث عن المساواة وعن دولة المواطن. إذن لا يمكن اليوم بأي شكل من الأشكال أن نتحدث عن دولة المؤسسات أو دولة القانون إلا عندما تكون هناك عدالة ناجزة، أي أن العدالة هي العمود الفقري اليوم للدولة الحديثة وهي المدخل الأساسي لكل الإصلاحات المرجوة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ولهذا فإننا نحن اليوم في المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية ننظم ندوة حول تحديات إصلاح العدالة في موريتانيا، أي دروس مستخلصة من تجارب البلدان المغاربية. أكدت مصادر سياسية أن الحوار الجاري بقصر المؤتمرات في نواكشوط مدد أسبوعا إضافيا من أجل منح الأطراف فرصة أوسع للنقاش والتحاور. هذا وتتواصل ورشات الحوار السياسي وسط جدل متصاعد بشأن ماموريات الرئيس، حيث تبدي المعارضة المشاركة في الحوار والمقاطعة له مخاوفها من أن يتم المساس بمواد الدستور المتعلقة بالماموريات. وكان الرئيس الموريتاني قد أكد في مناسبات مختلفة احترام اليمين التي أقسم بشأن مامورياته. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. ورشات أعمال الحوار الوطني تتواصل بقصر المؤتمرات في نواكشوط وسط جدل محتدم بشأن الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية، خصوصا منها ما يخص مأموريات الرئيس. وقد ازدادت حدة النقاش بعدما تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بوثيقة هي الثانية له منذ انطلاق أعمال جلسات الحوار، وتتضمن الوثيقة الأخيرة مقترحات وصفها البعض بالكبيرة تمنح الرئيس صلاحيات واسعة، كما تقترح إلغاء بعض المجالس والهيئات واستبدالها بأخرى والتخلي النهائي عن بعضها. غير أن مأموريات الرئيس الموريتاني المحددة في الدستور الحالي للبلاد في مأموريتين اثنتين، وتوصف المواد التي تنص عليها دستوريا بالجامدة، كانت النقطة التي أفاضت كأس الجدل على مستوى المشاركين فيما بينهم وبينهم والمقاطعين. وتؤكد المعارضة المشاركة في الحوار رفضها نقاشا ما لم يتم الاتفاق عليه في جدول أعمال الحوار الذي اتفقت على وضعه مختلف الأطراف المشاركة، فيما يرى الداعون إلى تعديل الدستور وتغيير العالم والنشيد الوطنيين تمهيدا للتأسيس لجمهورية ثالثة أن كل النقاط قابلة للتداول والنقاش، وأن الشعب في الأخير هو الذي
الذي سيقول كلمة الفصل بالإجازة أو الرفض. وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد أصدر بيانا قال فيه إن ما يجري بقصر المؤتمرات خطوة الهدف منها هو الانقلاب على الدستور، وإنه سيقف بحزم أمام المساس بمواد الماموريات. وغير بعيد من ذلك قال حزب تكتل القوى الديمقراطية في بيان أصدره إن الحوار الجاري بقصر المؤتمرات يهدف إلى العبث بالدستور والتلاعب بإرادة الشعب الموريتاني داعيا إلى خلق جبهات رافضة لذلك. قلل خبراء في القانون الدستوري من القيمة القانونية للحوار السياسي الجاري في قصر المؤتمرات ومشروعية دعوته لتغيير المواد الجامدة في الدستور التي تؤسس لنهج الانتقال السلمي للسلطة على خلفية تجربة تكرار الماموريات للرئيس الواحد، مما دفع لمزيد من الانقلابات والاضطرابات خلال السنوات الأخيرة. نتابع. يثير مصطلح الدستور في نقاشات الحوار السياسي الجاري بقصر المؤتمرات ما لا يثيره أي مصطلح سياسي آخر، وتعود الحساسية للدستور بسبب كونه أضحى عنوانا للصراع والخلاف السياسي. فالقوى المعارضة تعتبر أن المس بالمواد الجامدة في الدستور نكسة عن نهج مراكمة تجربة ديمقراطية تكرس التبادل السلمي على السلطة، بينما تعتبر بعض التيارات السياسية أنه عند الرجوع للشعب فلا إرادة أقوى من إرادته. ويقول المشاركون في الحوار إن قوى تطبع خياراتها الأنانية الذاتية تسعى لتحقيق رغبتها في كل ما سيمكنها من الاقتراب من السلطة، حتى ولو كانت تضحية بالبلد نفسه واستقراره وقوانينه من أجل التملق وخدمة الأغراض الأنانية والضيقة. الخبراء في القانون الدستوري الموريتاني اعتبروا أن ما تقوم به هذه التيارات من دعاية مناف لإرادة الشعب الذي عمد في العام 2006 عن قصد إلى تحديد المأموريات باثنتين، بل إن الخبير الدستوري محمد لمين ولداهي تحدث عن إسقاط جهة نافذة في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية مادة تنص على انتخاب الرئيس بعد المرحلة الانتقالية لمأمورية واحدة حرصا على تكريس التبادل على السلطة، مؤكدا أن الفقه الدستوري يقضي بوجوب تطبيق المواد التي صوت عليها الشعب الموريتاني وأقرها لتحميه في المستقبل وعند هذه اللحظة من تكرار تجربة رفض التداول السلمي على السلطة التي تهدد استقرار البلاد. فيما أكد الخبير الدستوري فضيل ولي الرئيس إسقاط المادة التي تنص على مزيد من ضمانة التداول على السلطة غداة استفتاء 2006، مشددا على أنه لا يحق للمشاركين في الحوار الدعوة إلى تغيير الدستور، مؤكدا أن من يحق له ذلك هو البرلمان أو الرئيس كما ينص على ذلك الدستور ذاته. وقد عانى الدستور الموريتاني من عمليات الإضافة والحذف، فقد أضيفت إليه المادة 104 في عهد الرئيس ولي الطايع، وعانى من التعطيل الكلي إثر انقلاب 3 أغسطس 2005، وبعد الانقلاب 2008 عانى من تعطيل مؤسسة الرئاسة وحذفها لصالح اللجنة العسكرية التي سميت المجلس الأعلى للدولة. وفي العام 2011 تمت مراجعة الدستور من جديد وأضيفت إليه مواد مقترحة من الحوار الوطني، وفي كل هذه المراحل مزقت أهم وثيقة في البلاد ولا تكاد تجد طبعة الآن لهذا الدستور بشكل نهائي تجمع كافة المتغيرات التي أدخلت عليه. والآن وفي هذا الوقت بالتحديد يجري حوار جديد سيمارس على ما يبدو دوره في الحذف والإضافة للدستور من جديد، ليكيفه مع رغبات الساسة دون الأخذ في الاعتبار ضرورة الإجماع الوطني الشامل على مقتضيات التغيير المنتظر في الدستور الذي هو أهم وثيقة قانونية مؤسسة لدولة القانون في البلاد. قال حزب الصواب في بيان صادر عنه إنه قرر عدم المشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي انطلق منذ أزيد من 10 أيام لأنه غير توافقي. ودعا الحزب في بيان صادر عنه من سماها القوى الوطنية إلى أن تكون في مستوى التحدي وأن تقف بحزم في وجه ما من شأنه نسف أسس التجربة الديمقراطية للبلاد. التقى الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الشيخ سيد أحمد والبابامين مؤخرا سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بنواكشوط، حيث ناقش مع كل منهما موقف المنتدى من الحوار الجاري بقصر المؤتمرات في نواكشوط. وقالت اللجنة الإعلامية للمنتدى إن النقاش تطرق كذلك للأوضاع الراهنة في البلاد والعلاقات بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. نتابع. الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الشيخ سيد أحمد البابامين يلتقي بسفيرين الأمريكي لاري أندي
والفرنسي مامير جويل. وقالت اللجنة الإعلامية للمنتدى إن اللقاء مع الدبلوماسيين الغربيين ناقش الأوضاع الراهنة في موريتانيا والعلاقات بين موريتانيا وبلديهما. وأضافت اللجنة الإعلامية أن الرئيس الدوري للمنتدى قدم موقفه من الحوار مع السلطة والوضع السائد في البلد، كما أكد حرص الموريتانيين على وحدتهم وانسجامهم الاجتماعي وضرورة تجنب كل ما من شأنه المساس بهما. على حد تعبير اللجنة التي لم تقدم تفاصيل عن ردود السفراء الغربيين حول رؤية بلديهما للوضع السياسي في البلاد أو أي أدوار محتملة سيقومان بها. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع فعاليات جلسات الحوار الوطني الشامل الجاري في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، والذي شهد دعوات من بعض القيادات في الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز بتعديل مواد من الدستور وزيادة عدد المأموريات الرئاسية. وكان السفير الأمريكي قد أجرى خلال السنة الماضية لقاءات مع بعض رؤساء الأحزاب وعدد من الشخصيات السياسية في البلاد في إطار لقاءات دورية يقوم بها. المنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة المعارض وحزب تكتل القوى الديمقراطية كان قد أعلن مقاطعتهما لأي حوار مع النظام ما لم يقدم رده المكتوبة على الممهدات التي تقدموا بها سابقا. أثار رحيل القيادي الأزوادي الشيخ أغوسا موجة استياء كبيرة في صفوف الأزواديين، وقد اتهم زعيم جماعة المرابطون مختار بالمختار المعروف ببلعور اتهم فرنسا بالوقوف خلف اغتيال أوسا لأنه كان يدعو لإقامة نظام إسلامي في أزواد. إلى الشأن الفلسطيني، حيث منح تصنيف اليونسكو مدينة الخليل بالضفة المحتلة لقب المدينة الحرفية للعام 2016 اهتماما عالميا جعلها وجهة سياحية بامتياز. وتمثل الصناعة اليدوية عنوان تميز السوق الحرفية في الخليل، حيث تعتبر الخطة العامة لمصانع وورشات العمل الحرفي الفلسطيني بالمحافظة. نتابع. في تنازع يقف التصنيف منه على الحياد، يختصم الموروث الفلكلوري والنضال الوطني في هوية محافظة الخليل كبرى مدن الضفة الفلسطينية المحتلة. لكن الخصام الألد ما يفتأ أن يقطعه ترسيم حدود قائم على قاعدة ساعة وساعة مع بقاء كلا الخطين العامين مشتركي وقت. ساعة التركيز ضبطت على الموروث الفولكلوري حين اعتمدت منظمة اليونسكو العالمية مدينة الخليل مدينة حرفية لعام 2016، وأشهدت على ذلك في محفل احتفائي مشهود توجت فيه الخليل باللقب العالمي في مراسيم احتضن فعالياتها المركز الكوري الفلسطيني بالمحافظة. وتتربع الخليل جغرافيا على أكبر مساحات الضفة المحتلة، واقتصاديا على نقطة استراتيجية من خريطة النشاط التجاري تعد الأولى على مستوى الضفة والقطاع. الواجهة الحرفية الخليلية تتقاسم مشهد تجليها فسيفساء تراثية تاريخية، لعل أبرزها صناعة الزجاج والخزف والفخار وتزويق الجلود والنحت على خشب الزيتون. بلها التفنن في إخراج الأكلات الشعبية في قوالب فنية تجمع جلال الشكل إلى لذة الطعم، ليشهد تجار السوق التراثية الخليلية منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من كريم دخلها. ومن نكد الدنيا على الحر الخليلي أن يرى المعروضات التجارية الاستيطانية الضرار مفتوحة أمام السوق العالمية على جودتها المستعارة وحسنها المجلوب.
على حين لا تبعث السوق الخليلية الأصلية نادرة البضاعة من مرقد الحجب الذي يطويها عن متناول يد التصدير ويجعلها مغلولة دون التسويق بقدر ما يبسط الاحتلال يد التسويق الاستيطاني كل البسط. واقع تجاوز المضارة التنافسية الخبيثة إلى التضييق على استيراد المواد الضرورية لإنتاج العملية الصناعية وتعطيل التصدير المحلي وتثبيط الحركة السياحية. حقيق بذكر أن الخليل تحتوي على 10,000 موقع أثري ومزار تراثي معترف بها في التصنيف الرسمي. ورغم أن جغرافيا الخليل تشهد عليها بأنها منطقة حبيسة لا ينفك بحر كبريائها الغيور ينثر موجه الغاضب قبل أن ينحسر عن حقيقة وجهها التراثي الحرفي الذي يحدث بوجود نحو 12 حرفة يدوية تمارس من خلال 900 ورشة يستخرج عمالها من بين ألم وكيد حياة شريفة لا يرهقها تكفف ولا ملة. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها ندوة بنواكشوط تناقش تحديات إصلاح العدالة في موريتانيا بمشاركة محامين وعدد من الباحثين المغاربيين. تمديد الحوار الوطني أسبوعا إضافيا في ظل مقاطعة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وبعض الأحزاب المعارضة. حزب الصواب يقول إنه رفض المشاركة في الحوار لأنه غير توافقي ويدعو إلى التصدي لمواجهة المساس بالدستور. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.